وفيد فوزي واحد من أشهر الإعلاميين اللي عمل لقاءات مع معظم الفنانين والمشاهير وكمان رجال الدولة، واللي كان بيتعمد يحرج ضيوفه ويخرجهم عن شعورهم دايما بأسئلته الغريبة والمستفزة، ده غير إنه ما بيهموش حد لدرجة إنه وصل به الأمر إنه يخبط في الرئيس الراحل حسني مبارك ويوصفه بوصف غريب جدا. تعالوا نشوف وصفه بإيه وليه الرئيس الراحل حسني مبارك كان مش بيحبه، ده اللي هنعرفه مع بعض في خمسة بالعربي. في سنة 2016 حل الإعلام الكبير ضيف شرف مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج 100 سؤال واللي بيتذاع على قناة الحياة، واللي من خلاله قال حاجات غريبة جدا عن الرئيس الراحل حسني مبارك تقريبا أول مرة نسمعها عنه. فلما سألته راغدة شلهوب وقالت له كام هدية حصلت عليها من الرئيس السابق حسني مبارك، وهنا رد مفيد فوزي وقال لها إن عمر ما الرئيس مبارك جاب له هدايا، مش بس كده، لا ده كمان كمل كلامه وقال إن الرئيس الراحل حسني مبارك كان بخيل. ومن ضمن المواقف اللي قالها مفيد فوزي واللي بتبين قد إيه إن الرئيس حسني مبارك كان بخيل، والموقف ده حكاه الرئيس مبارك بنفسه لمفيد فوزي، وهو إنه إدى جمال ابنه مبلغ قليل قوي وقت سفره لشهر العسل مع زوجته وهو 200 دولار بس. ومش ده كل اللي قاله مفيد فوزي، ده قال كمان ان في بيت الرئيس مبارك تشرب القهوة بلا شاي وعصير الليمون بلا عصير برتقال، على عكس تماما زوجة الرئيس السيدة سوزان مبارك واللي قال انها كريمة جدا. وده اللي قاله مفيد فوزي، لكن الفنان الراحل فريد شوقي قال عكس كده، فقال ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان كريم جدا لدرجة انه امر بسفره للعلاج في لندن أثناء تعرضه لأزمة صحية بعد ما تقدم في العمر. وأكد الإعلامي مفيد فوزي إن الرئيس الراحل حسني مبارك بعد وفاة حفيده بقت نبرة صوته صعبة، ففي بداية الحوار اللي دار بينا سألني إيه أول سؤال، وأنا وقتها ما كنتش عارف غير الأسئلة إلا اللي فيها الأرقام علشان ما يقولش حاجة غلط. وأثناء الحوار اللي دار ما بينهم سألوا مفيد وقال له ليه حضرتك قليل الكلام عن الوالد والوالدة، الناس عايزة تعرف أكتر عن شخصية الرئيس، إلا إن الرئيس أحرجه وقال له ما تتدخلش في المحظور، دي مسألة شخصية وهو مش حابب يتكلم فيها. فسأله بعدها مفيد وقال له إيه اللي بيدور في بؤرة تفكيره، فرد عليه مبارك وقال له إيه البؤرة دي، زي الغرزة؟ فوضح له مفيد السؤال أكتر وقال له كيف تفكر في مصر، وهنا بقى فهم مبارك السؤال وقال له طب ما تقول كده. وانتشرت بعض الإشاعات بتقول إن الرئيس حسني مبارك كان بيكره مفيد فوزي، ولكن مفيد فوزي خرج في إحدى البرامج التلفزيونية ونفى إن كان حسني مبارك بيكرهه، على الرغم من إنه كان المذيع المخصوص للوزراء ونظامه.